هو في سؤال هنا كابتن شوبير برضه حضرتك قاله حضرتك ما ردتش، هل حضرتك كنت متعلق بالكابتن ابراهيم في التعاقد؟ يعني هو الموضوع ما اتفتحش، بس هل مثلا لو جم كلموا حضرتك كابتن حسام هتكمل كابتن ابراهيم مثلا مش هتكمل، كنتوا هتقدروا كده ولا انتوا الاثنين كنتوا باكج واحد؟ ما انا وابراهيم منتخب مصر، وابراهيم احسن مني وافيد مني، وابراهيم مش محتاج اللي هو لعب ثلاثه كاس، اتلعب راح ثلاث مرات منتخب عالم، وابراهيم خد في كاس القارات احسن ظهير ايمن والتيم المثالي في البطوله. ابراهيم حسن هو ابراهيم حسن مش محتاج، ابراهيم اهم مني. وفي نفس الوقت على فكره لو كانوا قالوا لي مثلا نفس السؤال اللي او هم الحاجات اللي رموها ان احنا قلنا كنا عايزين حسام وابراهيم لا او ابراهيم لا، كنا هنطلع عادي نقول والله عرضوا عليا كذا وقالوا كذا، اقول لهم شكرا. ما حصلش الكلام اللي انت حسام